Assalamu alaikum everyone. Today I will be reciting Surah Dukhan. Dukhan means smoke, and this is one of the biggest signs of the Judgment Day. The definition of the smoke was narrated from Ibn Abbas, and it explained that it is one of the signs of the day. Abdullah ibn Abi Malika, who said, I went to Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, one day, and he said, I did not sleep at all last night. I asked him, why not? He said, they said that a star with a tail, a comet, had appeared, and I was afraid that the smoke had started, so I could not sleep at all. The Dukhan or smoke is one of the expected signs of the end of time or the hour, as is also clear from the text of the Quran. Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, reported that the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, hasten to do good deeds before six things appear. The appearance of the Mahdi, the Dajjal, the descent of Isa alayhi salam, Ya'juj and Ma'juj, the swallowing up of the earth, and the smoke. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hameem. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursalin. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون
فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رحوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمحل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب
والجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.